أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد امس سبق لنا السؤال الثامن هذا درسنا نعم نعم اذا دخل واو الحال على جملة فعلية فعلها ماد مثبت دخلت معها قاد فقلنا مثل دخلت المسجد وقد كبر الإمام إذا قلنا دخلت المسجد والإمام يكبر هذا ما سبق لنا والإمام يكبر ولكن إذا قلنا ماضي دخلت المسجد والإمام وقد كبر الإمام يعني دخل قد إذن على فعل الماضي هذا سبق لنا هذا شرحنا لكم أمس واليوم السؤال التاسع صحيح يا شباب؟ وجعلته بينكم محرما طيب هل هذه الإجابة كتبتم على الكتاب يا بنات الإجابات للسؤال الثامن هل كتبتم هذه طيب عليكم أن تكتبن يا بنات طيب وعليكم كذلك طيب اليوم عندنا السؤال التاسع وجعلته بينكم محرما جعل هنا من أفعال التحويل كما سبق لنا أن جعل من أفعال الشروع صحيح؟ جعل من أفعال الشروع وكذلك جعل من أفعال التحويل ما معنى التحويل؟ يعني بمعنى جعل يعني سير كان هكذا الآن جعله هكذا سير تبديل کرنا تحويل معنى تبديل كرنا بمعنى تحويل نعم تبديل كرنا نعم وهي بمعنى سي مكتوب هناك وهي بمعنى سير انظر يا شيخ صار بالسين سار معنى وهيك وسين سير كيا بالصاد صار ها صار وهيك تبديل هو صرت مدرسا كنت طالبا فصرت مدرسا میں طالب علم تھا اب میں کیا ہو بنا مدرس بن گیا مثلا صار الطالب طبيبا طالب علم ڈاکٹر بن گیا من الافعال كان واخواتها صحیح طيب نعم اصبح مثل اصبحنا وهي بمعنى سير تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر نحو دبل يشد دون مفعولا منصوب كرن مثلا الخمر حرام هذا مبتدا وخبر صحيح الخمر حرام ما معنى الخمر شراب حرام حرام نعم جعل الله الخمر جعل الله الخمر يعني سير الله الخمر اللہ نے شراب کو بنایا اين الفاعل اللہ اين الفعل جعل اين المفعول به خمر ماذا جعله حراما هذا مفعول ثاني صحيح فهمت يا شباب نعم طيب جاء عندنا جاء لنا في كتابنا في كتاب الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا رسول هذا مفعول أول الرؤيا مفعول ثاني لقد صدق الله رسوله الرؤيا واضح نعم لا تدخل طيب هذا لا ولم
ونون ثقيلة هذا ما درسنا نحن إلا صحيح؟ هذا سهل جدا إن شاء الله وسندرسه بإذن الله عز وجل بإذن الله. نعم. جعل الله الخمر حراما. جعل الله الخمر حراما. نعم. طيب فماذا نقول؟ هناك جعل بمعنى سيّر. بمعنى سيّر. يعني التحويل قول الله تعالى مباح بيته يعني من المباح إلى الحرام. أولا كان الخمر مباح. الذي يريد يشرب يشرب، الذي لا يريد يشرب لا يشرب. يعني الشارب لم يكن يأثم، والذي يترك لم يكن يثاب. نو الصوابي وندن تشانوليس يا تراورولس نو سو. طيب نعم. ولكن بعد ذلك من المباح جعله الله جل وعلا حراما. طيب جعل الله الخمر حراما، يعني هناك تنسب مفعولين الخمر وحرام. نعم. وفي التنزيل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طيب أين ترون في هذه الآية؟ ألم تروا، ما معنى أصله ألم تروا؟ أما رأيتم ترون. طيب كيف خلق الله، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ هناك الآن الذي هو درسنا وجعل القمر، هذا من فعل التحويل صحيح؟ نعم. جعل الله جعل القمر، ماذا جعل القمر؟ نور فيهن نورا، يعني أصله وجعل القمر نورا فيهن، يعني في السماوات. فهمتم يا شباب؟ وجعل الشمس سراجا، جعل الخمر حراما، مثلا جعل الشمس سراجا. طيب هذا جعل هناك بمعنى سيّر، بمعنى التحويل. طيب نعم. وهذا الشمس منسوب والسراج منسوب. طيب والله جعل لكم الأرض بساطا، ما معنى البساط؟ يعني بيشونة مطلب. نعم. طيب جعل الأرض، جعل لكم الأرض بساطا، أليس مفعولين هناك؟ منسوب منسوب. ولو شاء الله لجعل الناس أمة، خلاص لجعل الناس أمة، ولان صفته واحدة. هناك نقول جعل الله الناس هذا مفعول أول، وأمة مفعول ثاني صحيح، وهذا صفته بعد ذلك. وتأتي جعل بمعنى ظن، وتأتي جعل بمعنى ظن، وهي من أفعال الرجحان، من أفعال الرجحان. فلذلك إذا قلنا الفعل جعل من أفعال الشروع، الفعل جعل من أفعال الرجحان، جعل من أفعال التحويل. نعم. انظر الآن، يعني رجحان ظن كيف هذا، وجعلوا هم ما جعلوا يعني قالوا، هناك ما معنى الرجحان؟ يعني حتى نستخدم هذه الكلمة في 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 لغتنا الكشميرية، مش رجحان تكوني، يعني امسون رجحان جي يظن اسكن. يعني جعلوا الملائكة، من جعلوا الملائكة؟ أهل مكة الكفار، هم جعلوا يعني ظنوا عن الملائكة الذين هم عباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ الملائكة هم عباد الرحمن، ولكن الكفار مكة هم ظنوا إناثا، في بدء من مستورات. هذا كان عقيدة أهل مكة، إنهم كانوا يقولون أن الله تعالى اتخذ الملائكة إناثا له. تمدبكي تمياسچين بني كوڑی بنام چکم کوڑو. نعم. مکن لوکن خیالوس کیم فرشتہ چھ یم چھ ربن کوڑی بنی بنام چھ پتہ نو سید اللہ تعالی تو چھو پنی خاطر نیچی کرن پسند تے مہنی خاطر کی کوڑی کشر پڑ تے مے دل کشو جواب نیچو کوڑ تے بزدا کس بوت کر ہون پتہ بری مطلب بڑچو حسابات ای کرن پانہ چھ پسند تے لڑک مطلب یہ کر تم تنزیہ علی کل حال. انظروا وجعلوا الملائكة، ما معنى هناك جعلوا؟ هل هم جعلوا سيروا؟
لا ظنوا إن كرهت مطيرة بره فريشتن كوري هذا بمعنى ظن نعم وليس كذلك بمعنى الأفعال الشروع هناك لا هذا هناك ظن جعلوا إن ما معنى جعلوا هناك ظنوا الملائكة يعني عن الملائكة هذا مفهوم به الذين هم عباد الرحمن يم الله ترزيد بندش نتكم فريشت إناثا وين كتبت قصي جعلوا الملائكة إناثا يا شباب جعلوا الملائكة شنو مفهوم الأول إناثا كشو مفهوم الثاني يعني جعلوا الملائكة إناثا الذين هم عباد الرحمن وهذا يا شباب طيب وتكون أيضا من أفعال الشروع جعل هذا قد وتعمل حينئذ عمل كان ايش ليش بردي مروتي يل جعل شو مراد اصلا افعل شو يعني شروع كيا نعم جعل المدرس ان يكتب مثلا نحو جعل حامد يضربني يعني بدا يضربني شرع يضربني يعني يجب انا ثم انا قلت له السلام عليكم سلمت عليه وقلت له لماذا انت ضربت هذا الولد فهو جعل يضربني ما وين ادم شو تيوت تم لوگ میں توڑے جواب دین مطلب تم کو شروع جواب دین فهمتم جعل حامد يضربني ما معنى جعل حامد يضربني بدا اخذ شرع يعني شروع کیا اس نے مجھے مارنا وقد مرت بك في درس سابق يعني مرت هذه المسائل في درس سابق صحيح ايش گزرو مت طيب وتاتي بمعنى اوجد يعني فعل تام مثال يعني وجود ملانا كه چیز وجود اسم مثلا اوجد مينز وجود ملانا نعم اوجد الله السماوات والارض فهمت يا شباب فعل تام اوريك شو ايش تدن اصلا فعل تام تدن شنو اصلا فعل ناقص كين مثل وتنسب مفعولا واحدا مثلا كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات يعني وجعل أور الله نبناي الظلمات أنديرونكو والنور أور أجاليكو أدن كي جعل مراد أدن كي جعل اسم تام اسم مثل إذا نبو جعل المدرس ماذا أن يكتب هذا أفعال الشروع صحيح جعل الله الظلمات معناه هذا ها لا هذا بمعنى أوجد جعل الله من جعل هذا السماء هذه السماوات من جعل هذا الأرض من جعل الإنسان من خلق الإنسان جعل الإنسان نقول الله جعل فهم بمعنى هناك أوجدني وجود ملانا اسكو پیدا کرنا فهمتوا يا شباب طيب الآن لديكم الأسئلة الحمد لله الذي خلق السماوات طيب هذا معروف والأرض هذا مفعول وجعل أور بنايا الظلمات هذا لماذا جاء الظلمات مفعول بالكسرة يا بنا جمع مؤنث السالم مجرور منصوب بالكسرة نعم والنور هذا يعني مفعول نعم لأنه نور بس ليس له أنوار ليس جمع هذا جاء في شكل مفرد نعم الآن لديكم أي معنى جعل فيما يأتي الآن لديك أو أمامك جملة عليك أن تقول هذه جعل فيه من أفعال الشروع أو من أفعال التحويل أو من أفعال الظن بمعنى الظن أو من أفعال التام إني أوجده يلا دقيقة من يبدأ شيخ جعل المدرس يشرح الدرس لا يشرح لماذا يشرح لماذا نقول يشرح يشرح الدرس انظر يا شباب كلام قصير حتى انا اريد ان اكتب هذا هنا اذا كان جعل بمعنى بدا فحينئذ يعمل عمل كان واخواتها انظر يا شباب كودو تي كود نظر يكون كان واخواتها شيء كان و وأخواتها ماذا تعمل كان وأخواتها تنسب الخبر ترفع الاسم وتنسب الخبر نعم نقول كان الطالب
نقول كان الطالب مريضا واضح هذا كان الطالب في المسجد واضح هذا هذا اسم كان مرفوع هذا في المسجد هذا في محل نسب صحيح جار ومجرور في محل نسب طيب كان الطالب يذهب إلى المسجد أليس هذا خبر من فعل جملة فعلية طيب هل نقول كان الطالب يذهب لأنه يكون منسوب خبر كذا منسوب أصلا كان هيك طيب هل نقول يذهب لماذا طيب لماذا إذا كان الفعل المضارع منسوب فلابد أن يكون قبله حرف ناصب یہ اس پھیل مزاری چھنا منصوب بناوان مزاری یہ مطلب یہ پھیل منصوب ہے مزاری کیا چھو باقی چھنا سنو منصوب چھا سن سو تیلی ہوت لیکن یہ لطت حرف ناسب آئیز بچہ آمد مگر یہ دن چھو یہ پھی محل نسل فی مطلب ہنگ تم گئے لیکن تو یہ پھیل مثال کے طور پر یذہب مثلا اللہ یہ لیس پتہ کی یہ تنہا چھو آمدی مثال کے طور پر کنجا چھو بعض وقت اسنا مجزوم آمد سبب کیا چھا سن جواب شرط مثلا مگر یہ کانو ہو اذا کانا خبر کانا فعل مضارع فماذا تقول فی محل النصب ولا تکتب انت منصوبا کان الطلاب يذهبو الى المسجد لا يذهبون الى المسجد فهمت ہے شباب حاکذا ہناکا فهمت ہے شباب جعل المدرس يشرح الدرس هذا ہناکا بمعنى شرع بدع يعني من افعال الشروع هناك نعم شيخ ارشاد وجعلناكم شعوبا وقبائل نعم ما معنى وجعلناكم شعوبا يعني شعبة شعوب قبائل قبيله جمل قبيله اور ہم نے اپ کو مختلف شعبوں میں بنایا اور مختلف قبیلو میں بنایا ستحفظ انشاءاللہ هذه سورة انت فيما بعد نعم سیر اے سیر بمعنی سیر یعنی تحویل کر اللہ تعالی نعم یعنی خود پیٹ یکن نعم ممتاز یلا شیخ جعل اللہ الہواء والماء نعم جعل اللہ الہواء والماء نعم هذا فعل التام بمعنى اوجد جعل الله بنايا اللاني الهواء هواء والماء والأباني نعم يلا شيخ موسن قال المدرس للطلاب أجعلتني مديرا ما معنى بمعنى ظن كمثل أنت يأتي إليك طالب السلام عليكم برنسبل سر تقول أنا لست برنسبل أنا مش ماستر أنا مدرس ولست مدير صحيح أنا لست العميد فجعلتني مديرا يعني هو ظن الطالب ظن عن المدرس أنه مديرا فهمت يا شباب أجعلتني مديرا يعني أظننتني مديرا هل الطالب يجعل مدرسا مديرا أبدا لا حتى انظر قال المدرس للطالب هل ممكن هذا في إمكانية الطالب أن هو الذي يجعله مديرا طالب علم بنایا کس استاد اس مدیر یعنی یہ مت چون زون هذا يدل على سؤال ایک نہیں سوال ہے کہ کیا بنو تھا سب مدیر یعنی هناك هذا السؤال وهذا هناك هذا من من ينظر انت جعلتني مديرا يعني مثلا انت تجد مثلا رجلا في الطريق فتقول له السلام عليكم يا امام صاحب هو يقول انت جعلتني اماما انا لست امام فهمت يعني ظن تمس باشا يمشي مولي سو مجدون فقال يا امام فلذلك يعني هذا يدل هناك على الظن كمثل يقول الله تعالى وجعلوا الملائكه انا يعني وجعلوا الملائكه يعني مثلا اناثا وجعلوا الملائكه اناثا يعني جعل الكافر ملائكه اناثا فهمت شيء يعني الظن هذا يدل على الظن الطالب ظن عن المدرس انه مديرا كوره من السمجه وانت كوره نعم يلا
قفايا ياء المتكلم مفتوحة مع اسم آخره ألف أو ياء ساكنة ساكنة أو ألف أو ياء ساكنة تاني نحو دبن كوريو يت حرفس أندك حرف هاي أصلا ألف مثال عصا كاش مراد إيش كوريو عصا مينز شدي أتكو شيء أندك حرف شنو ألف وش ده بناوني ميون آس أتكو شيء صرف يي كرنيار مگر أتكو شيء يي زابري بولس مثال إيش بنو عصا هو أسكي شدي عصاهما عصاهم ان سب کی چھڑی مگر مین یہ کو عصائی کتابی اتھور عصائی عصایا اصل اس دیائی متکلم اس کا تھون ہذا یکون بالنسب فهمت شباب متى اذا كان الاسم الذي هو مضاف واخر الف امر اسم جو مضاف ہم تم اخر حرف کیا ہے الف حسن تل اسم یا متکلم اس کیا لگی بالفتح واضح نعم طيب فتح فتح نوجوان لڑکا فتح یا میرا بچہ دنیا میری دنیا دنیا یا یدان یدان چھنا یدان یہ لیس کوڑے میں یدان یدان مینز دو ہاتھ گیرت مضاف سویت لگی پلس گیسی مضاف ایڈ یہ نا مضاف الی یت کیا گیسی نون گیسی نا حضب فیلال چھو مجھے اترون دو دل الپی اینڈو لفظ ایم پتما کس دل یہی زسا کیوں رہے لیں پانوئیں گو یدا یا شمیدہ کوڑے ہو نہیں غسل تو منچنا تو یہی تی یہی یہ شنہ یدائی نہیں یہ یہی تی سا کیا رہے تلتی کیا گئی سی یدائی یا سمجھا ہوتے ہیں غسل تو یدا یا غسل تو یدائی یا اچھو کس یہی اچھو نا پانو یا سا کیا سی ات پہت کوڑے منو یدائی نہیں یہ شنہ میں اصل لفظ یدائی نی یدائی نی یدانی یدائی نی مطلب غسل تو انظر شباب غسل تو یدینی هذا صحیح نعم غسل تو یدینی میں نے اپنے دو ہاتھ هذا نحذف اولا نون لان غسل تو طيب ماذا بقي هناك غسل تو یدی ادرون یا دای ساکن پلس نہیں کرو یا قص یا متکلم کیا وهذا یا ساکن و یا ساکن فماذا افعل انا اتی بی مشدد یا دے وہ تخت ایڈس لکھے چھو خواہتے گئے زبری آو نا تسو گوڑنیو کشی یا حاضر یا الاولا ہی ساکنہ و اللذی یا المتکلم حاضر انا کتبتو بل 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 فتح فماذا فهمنا ہناکا اذا کان مضافا ینتہی بالالف او ینتہی بالیا ساکنتی فهمتم فیاتی بعدہو یا المتکلم فیکونو یا المتکلم بالفتح واضح حاضر نا تمرین الشفوی يسأل كل طالب زميله متى استيقظت ومن أيقظك كيس لي جاكايا يلا قولوا أنت وأنا أشرب الماء أنتم يسألوا يلا بنت يلا بنتي متى استيقظت يلا اسمع متى استيقظت تو كم جاكي نينسي كيف تجيبون يا شباب متى استيقظت؟ استيقظت في الساعة الخامسة في الساعة الخامسة من أيقظك؟ الجواب أبي أيقظني أو أمي أيقظتني أمي أيقظتني أو المنبه أيقظني المنبه مينز تنبيه كرني والا يعني وارنر الارم that is called الارم نعم فهمت بھائی شباب نعم کوڑے میں نے سمجھا ہوتا ہے گبرو ہات مضارع الافعال الاتیتی نعم غلب ما هو المضارع یغلب غلب 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 غلبت ما معنی غلب اس ایک نے غلبہ کیا وما هو الاسم الفاعل غالب وما هو المجهول غلب غلبت الروم سنفذ ان شاء الله سورة الروم يوقظ يوقظ ايقظ يوقظ نعم نعم غلب يغلب غالب وما هو الاسم المفعول مغلوب طيب غلب يغلب اغلب يا ولد اغلب غالب ہو جا
نعم. طيب طيب غلب يغلب ماذا يكون اسمه اسم المكان؟ يا شباب غلب يغلب مغلب جلس يجلس مجلس. إذا كان عين كلمة بالكسرة فيكون على وزن مفعيل مغلب وہ جگہ جہاں پہ غلبہ کیا جاتا ہے. حبت ما معنی حبت؟ لا 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 حبت معنی لینڈنگ کرنا. حبت العصفور امس قلت لکم حبت معنی کون پرند شو بیاون پتھر تات کیا جلس العصفور لا حبت العصفور چڑا نے اس نے لینڈنگ کی. حبت الطائر تو نہ رات سے نہ یعنی اس حبت چھ سنا یہ پڑھ وحی چھ یل فرشتو سوتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی ہتن فنقول حبت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فمدینہ سارا محبت محبت الوحی حبت یہ بطنا حبت یہ بطنا. طيب کڑو طيب کوت وچس لا هذا حبت يهبط حبت يهبط حبت يهبط مهبط مهبط الوحي. ما هو مهبط الوحي؟ مكة والمدينة اسم المكان. نعم يهبط ويهبط كلاهما صحيح. طيب ما شاء الله نعم حبت نعم يهبط يهبط نعم اشياء جنب مرامود يهبط يسرات سبق بول كيشلي كده وصلت المطار والطائرة تهبط. نعم طيب كسا اس ایک نے کپڑے پہنائے الذي كساني كسا يكسو كسا نعم اصله كسا و كسوا غلاف نے بڑے والے كسا و يكسو كسا يكسو نعم الله كساني الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. افطر اس ایک نے کیا کیا بریک فاسٹ کیا. افطر يفطر وہ ایک بریک فاسٹ کرتا ہے. مفطر او چھنا ونا هذا الرجل صائم و هذا مفطر یہ چھو کھین والی پھڑراون والی یہ چھو مگر صائم روٹ مت امسا کرنا. اسر يسر ما منع اسر يسر انظروا سر اتمن سر معنی دی اسے نے خوش کیا. سر اصلو سرر بیا گو سر وہ ایک خوش ہوا. سر یسر سر یسر. طيب اسر قد يكون معنا اس ایک نے اصرار کیا. اسرنی اصرار چھ نہ کر اصرار کرن کا ناز بار بار چھ زور نہ. اسر نہ يسر وقد يقول معنى اس نے سر مطلب رکھا کوئی چیز کو دقیقہ. اسر يسر بس یہ پڑھ اچھے دل خوش کرنے تو اس پر چلے دل ہو سر و ایک خوش ہوا. سر نہ اس نے خوش کیا تھے اسر علا وزنی افعل اسرر نعم اتوان نسبت نعم. اقرض اس نے قرضہ دیا. يقرض نعم. اقترز هو ایک قرض دار ہوا. اقترز افتعل اقترب اقترز يقترز هو ایک قرض دار ہوتا ہے سمجھو دیکھ کرو. اقرض اس ایک نے قرض دیا. اقترز هو ایک قرض دار ہوا. اقترزت فهمت يا شباب اقترز. نعم. اذكر ابواب افعال الواردة في حديث ابي ذر. طيب اشتي ہوم ورک حدیث ابی ذر اندر چھ اس نے پڑھ یہ چھ حدیث قدسی پڑھ نہ سی اتمز کم باب چھ آمین مجردن مز تھی سلاسی مجرد مز تھی سلاسی مزید فیہن اندر تھی. نعم اچھا گوڑے آمد ان یا عبادی انی حرمت هذا من باب فعل. نعم فلا تظالموا تظالم تفاعل شنو اسم جعل نعم وجعل هذا من ثلاثي مجرد اذا بده يجي بانك يجي هوم ورك ان شاء الله. هات يا شباب هات المفرد الحوائج حاجه
حاجتن حاجة means کیا گو ات پر الحاجتو نعم حاجة نعم طيب الشرطة تو الشرطيو الشرطة means پولیس اور الشرطة means نعم القفا جمع القفا وجمع جمع قف means کف نہ اتری ہے چور کھڑ ون تو کیا ون تو سن نام قفا دقیقہ اچھا قفن دل خلی قاف ہے قف چا ممکن نام مفرد ہے قفن قفیت تو اقفا کوڑو اس نے قفا قفا اچھا جمع اق فیتو بچوس اقفاء ٹھیک ہے کوڑے یہ جمع یہ جمع طیب نعم تزا ما اصل تظالمو تتظالمو في قوله في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تظالمو فلا تتظالمو تظالم يتظالم يتظالمان يتظالمون تتظالم تتظالمان يتظالمن تتظالم فلا تتظالم اصله تتظالمون فلا تتظالم يعني اصله تتظالمون فحذفنا تاء بكثره التاء وكذلك النون حذفنا لانه من نون الاعراب وهو مجزوم بحذف النون واضح يا شباب نعم اتيان بدر حضرت روب صبح چھو پوچھن تو چھو گوڑا ایگزامپل کی پیپر طیب یجمع عار منا ننگے على عرات قال صلی اللہ قال عائشہ رضی اللہ عنہ عرات حفاۃ غرلا یعنی یوم لا یوم القیامت لما نحشر نحن یوم القیامت ونبعث جب ہم حشر میں جمع کیے جائیں گے اور کھڑے کیے جائیں گے فکلنا نكون عرات حفاۃ غرلا قال صلى الله عليه عائشة رضي الله قال صلى الله عليه وسلم حفاة عراة عراة مينز ما من عراة يعني ما أحد كان لابس الكسوة اللابس اللباس حفاة بغير الأحذية وبغير النعل طيب و حفاة عراة غرلا تعرفون غرلا عندما يلد الولد الابن ثم نختن ونختنه هذا يسمى نعم بدون يعني كما هو ولد فيبعث يوم القيامة هكذا قالت عائشة رضي الله عنها طيب يجمع عار على عرات على وزن فعالات طيب عرات اجمع الأسماء العادية على هذا الجمع ماش مواش قاد قضاء هاد هداة رام رمات پھینکنے والا والن ولاتن یعنی ولاتن 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 تجھے سمجھو نا نعم طیب غازن غزاتن حافن حفاتن بیت نظر مواشن اصل چھنا یہ اراتن گومت اصل چھ اراتن وہ چھ علا اراتن یہ چھ مواشن مشاط نعم مشاط قضاء قضاء هداء رماه رمات رمات نزن جبل رماه بوز بوز جاتے رماه رمات نزن جاتے پھینکن ویل چاسن رماه اتنا ویل فعال وزنس پیٹ نعم رمات اتنا ویل اتنا ویل امبنن جمع روماتن گیت پیٹ رامین روماتن فهمتم ایشو ہم طیب والین ولاتن چھنا ولات العمر چھنا ولاتن والی کم ایشو ہم اسنا مطلب ایشو ہم امیر استی والی گورنر چھنا آسن ولاتین ولایت اس پر چھا آسن غازین غزاتن یعنی لڑن ویل غزاتن عارین عراتن چھنا ننگیم چھا آسن حافین حفاتن حفاتن مینز کھرنن ویڈی حفاتن نعم
حفات عرات غرلا. نعم بيكون خدات حاد خدات. نعم بہت ساری ہدایت دینے والوں کی کیا ہونے سے شب حادی الحادی 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 الخدات بہت ساری ہدایت دینے والے سمجھاتے ہیں. نعم قادن ایک جج 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 قضا اشنا بتا قادی القضا قادی القضا اور حالانکہ یہ صحیح لفظ کہ مطلب یہ قادی القضا اللہ جل جلالہ مگر یہ چیف جسٹس قادی القضا یعنی ججن ہوں تھی فیصل کروں فیصل کروں سب کچھ فیصل کروں فیصل کروں القضا یعنی قضات قضات فہمتے ہیں شباب. نعم مشات مشات. نعم هذا وصلى الله على سيد مشات مينز نعم يم پیدل چلو ایسے یمنا يم طريق تجرب پیڈسٹرین پاس لکھتا سن طريق مشات طريق مشات پیڈسٹرین پاس قاضيز يعني يم چيف جسٹس چاسن قضات قاضي 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 القاضي او قاض قضات. نعم هادن الهادي خدات. نعم رمى يرمي انظر انا صرت على ماذا الرامي رمى اسگنے پھینکا پھینکنے والا تھروور پیلٹر او تے گڈ سمجھ اس پھینکن والا اس کیا چنا رامین اصل ما هو اصله رامي الرامي الرامي فاذا حذف من اسم المنقوص صحيح حذفنا ال حذفنا يا فهمت يا شباب الرامي رامين فمنه رمات. نعم وكذلك والي ولا يلي والي ما معنى والي ها ولی مزرام الوالی یعنی سرپرست ہیڈ. نعم ولات ولات الامور والی والی الوالی 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 یا والی 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 یسمى ولات ولات الامور یم دی کنٹرین ہن جیٹ چھنا سن کنٹرین ہن جیٹ مطلب منسٹرز تمن چیز ونن ولات ولات الامور. نعم غزا یغزو الغازی یعنی غزوا لڑنے والا اس نا واریر آسے واریر. نعم اس پڑھے اچھنا پڑھو کہ حتی تدع الحرب اوزار حرب حارب حرب ایتے پوچھے گزا یکزو گازی. نعم تو حفا یحفی حافن یعنی کھرنن وڑی اس آسن چھو سوی کو حفات. نعم کھرنن وڑی آسن حافی شو بزو دے ناو حافی حضرت حافی رحمت اللہ علیہ یعنی سوزن کھرن پال لاغنی کیا تو جمعنا حافی اسم چھو الحافی ولی الالتڑو تلگی گیسے حافن کھرنن وڑی ول پانچ دہ سمین تو تم کیا بنے حفات بس آسو انشاء اللہ ایک وقت سری حفات آسو نا حفات میدانی محشر صدر. نسأل اللہ تعالی ان یرزقنا شفاعت سید المرسلین فی یوم القیامت و یرزقنا بحوضه الکوثر یا رب آمین. هذا وصلی اللہ علی النبی و علی آلہ و صحبہ اجمعین.